يقول لك عبد القادر بيفك السحر عن ولدك اونلاين. شو هذا بعد؟ هاي جلست البيت وما تسوي لا انستغرام لا سناب شات لا شيء. انتي خبر خير؟ خليك انتي من هالسوالف الحين. خبر خير، قولي لي شو بيسوي حق ولدي. شوفي، يقول لك بيسوي زوم اونلاين وبيجلسك في حجرته وبيقول لك هاتي شيء من اغراضه وبيطالع في سحر ما في سحر بيخبرني. زي بتخبرتش عبد الله، ايش قايل بيقرا عليه؟ لا تحاتين، بيقرا بطريقته. بس انتي شوفي، ترى ما ياخذ كاش، عطيني البيزات انا بحولهم على حسابه. وكم يباه؟ يطول لي بعمرك الجلسه الاولى 1500. خيب خيب العدو. والجلسه الثانيه 1000. وصدحي فوقهم 500. وال500 هذه اللي بس دحن حق شو؟ عمولتي. تبون كل شيء ببلاش؟ ما يستوي. انا ابوك مو بطمح فيك. ما تحسبين حساب الييره، ما تقولين هذه ربيعتي حليلها على الله وعلى الشؤون. ما عندك اهل، ما عندك ناس. اقول لك خلي الناس الحين وقومي هاتي لي البيزات. ناس وناس، قومي قومي اختي قومي. ما عندي الحين، اصبري تريي لين رد سلم. عفوا الله. سامحين بطري بطري. سر الشارع الرئيسي الحين فاضي، نجرب الموتر على راحتنا. انا حاس ان الموتر بيطير، حتى صوت الماكينه تغير. وينك يا خلو الجاكور؟ اقسم بالله حتى الاسطابات ما خليكم تشوفونها انت وربعك. كفو وتخلوا كفو. هذا ايش بلا؟ حاسب حاسب وقف يا كلب. حاسب قلت له وقف. خبر الريس. اي انا برا. خبر الريس تخلوا. خبر الريس خبر الريس خبر الريس. هالموتر مو بغريب علي. لا تقول لي من جماعة خلو الجاكور. أنا شايفنا عند الجراج واقف كان. يعني كانوا مراقبيننا. جماعة خلو الجاكور وايدين. قوم ودني البيت. والموتر ما بنجربه؟ بنجربه بس في التحدي. والميدان يا حميدان. شرد الكلب. أنا سرت ورديت وانت بعدك زعلان؟ للحين لا فويك عني؟ ثرني شو قلت أنا؟ ما قلت شيء. وبعدين للحين ما استوى شيء عشان تزعل. اسمي ملاك. شو مستوي؟ افتح باب البيت بسرعه. افتح باب البيت. ليش زين؟ شو مستوي؟ شو السالفه؟ مو بوقت النقاش الحين، الموضوع مصيري. افتح باب البيت. زين شو بناك؟ قل لي عشان افتح الباب. انت الحين تجلس تسالني شو السالفه شو مستوي؟ خلني ارقد في حجرتك اليوم. ترقد في حجرتي ليش زين ملاك؟ خلني اتسلف في حجرتك اليوم. شو عندك؟ حسون حد يتسلف غرف ناس يسلفون فلوس. انت تتفلسف علي الحين يا بور؟ مو بوقتك. خلني ارقد راد من الدوام في رقاد. بعدين يوم بلش بخبرك الخطه. عندك خطه انت بعد؟ اي بعدين بخبرك. بعدين بخبرك. زين واذا ابوي كل اللي راشف ليته في حجرتك؟ بس خلني ارقد. تخيل والدك ما بحد يشوفني. حسن اخوي انت مسوي جريمه. ذمتك هذا وي واحد يسوي جريمه؟ ما ادري عنك بعد. قلت له يكون اشارك في اخفاء مجرم. لا يكون ولا شيات. المهم انا بركن بعيد، ما ابغي حد يعرف اني انا في بريج. وين حجرتك؟ خلني اسير. تعال. وعندك احلى توع عصير فالنتينو للناس القباها. مية مسا على الناس الكويسه. توكل على الله. يلا يلا. بتوزعني؟ بتوزعني عشان الجو. قشطه يا كبير. اظن كان يقصدني. كيف يعني كان يقصدك؟ يقول الجو الجو. الجو. ما شاء الله عليك الجو. تفضلي الجو. اشربي العصير مع عبد الله. اشربي وابغيك عاد تركزين وياي ان شاء الله. أنا جاهزة. صارحني فاجئني. أنا يا أم عبد الله يعني الحقيقة جاي أطلب. أدري ما له داعي. أنا بقول لك شوف أبوي،
متن، عندي بيزات وعندي كل شيء، وفوق هذا عندي بيتين، واحد شعبي وبله، يعني جاهزة مجهزة، ما بقول لك هاد ولا ود. ما شاء الله عليك، الله يزيدك، الله يزيدك. أنا أدري إنك أنت ما شاء الله جاهزة ومجهزة تبنين نفسك بنفسك، عشان كذي أنا أقول. أدري 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 أدري، لا تقول. مدام إن تدرين عين، أنا بقول أبوي على طول وبدخل في الموضوع، بارك الله فيك. أنا الحقيقة يا عبد الله، الطراد اللي عندي أصبح ما يبهمه، والعمال اللي عندي مطفريني، وبصراحة أنا ما بقادر أترك شغل البحر. لا تحاتي، بتهدى على إيدي، لا تقول عليك. خلاص مدام إني أنا بهدى على إيدك، جزاك الله خير، ما قصرتي. أبغيك عاد أنت تشوفي لي شغل، تشوفي لي مشروع استثماري، يعني كذي، يعني أطور فيه شغل السمك. يعني أبغي تعرفين الطراد هذا، أبغي يعني ما أعرف شيء أسوي فيه وأكبر التجارة. يعني فكريني أنت في مشروع استثماري، بزنس تراك. أنت ما شاء الله عليك الدورية حق ياي والساير، كل أحد ما شاء الله، ما قليت أحد، فأنا بعد واحد منهم. من عيوني الثنتين. تسلم عيونك. زين أقول لك، عقب أنت ما تدوري لي هذا المشروع الطيب وتشوفي لي هذا البزنس وأكون لك من الشاكرين، أبغيك عاد أنت تكملين معروفك وتكلمين سارة. يعني أم عبد الله، أنا بصراحة ما أرقد الليل من حبها. يا راعي السمك والصفط والسحج، ميلسني وزاقر لي هذا والجو وعصير وسير وتعال، واخر شيء ساروه يلي ما تستحي، يلي حط مني وكاسر احساسي ومشاعري. صدق انه ما فيك خير، حطت مشاعري، الله يحطم مشاعرك، اخر شيء ساروه. ولا هم الدويس، مشاعري شو مشاعري؟ مشاعري جايه من الشعير. هي رابيه ويا الهوش. يا باشا، فيك ايه؟ شو ايه؟ والجو قلب كده مره واحده، ما كان الجو ربيع والدنيا كانت تونها بامبي. انت الجو ربيع عندكم ما يبامبي واي خرابيط من العصير هذا اللي بيشرب. لا بركتم فيك. ايه يا باشا الحساب؟ اي حساب؟ الحساب بتاع العصير. يا ود، هاي خمس ربيات مال العصير، وهاي خلى هي البامبي تدفع لك. خمس ربيات؟ انا مش عارف الناس دي ليه بتتعامل مع الكوفي شوب على انه جمعيه خيريه. استغفر الله العظيم يا رب. أنا سلمت.